السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد أبو من فريق ديرا جيمينج، واليوم راح أستعرض لكم انطباعي الأول عن لعبة بلادبورن الحصرية على جهاز بلاي ستيشن 4. تعتبر لعبة بلادبورن اللعبة الحديثة لاستديو المطور الياباني فروم سوفتوير. صدرت اللعبة في تاريخ 24 مارس 2015، وهذا الاستديو معروف بألعاب السابقة والشهيرة Dark Souls و Demon's Souls. تأسس الاستوديو في عام 1986، وكانت أول لعبة من تطويره هي لعبة Kingsfield. تدور أحداث القصة حول مدينة يارنم، يشاع أنها مكان العلاج الطبي الفعال، وعلى مر السنين كثير من المسافرين كانوا يسافرون لهذه المدينة من أجل الحصول على علاج لآلامهم، وأنت راح تكون أحد المسافرين. لكن بعد وصولك تكتشف أن المدينة تعاني من مرض مزمن يقوم بتحويل الناس إلى وحوش مخيفة، وهذا الأمر يخليك تكتشف شوارع المدينة وتتغلب على الوحوش من أجل البقاء على قيد الحياة. تحتوي اللعبة على أجواء مرعبة ومخيفة من جميع النواحي، فرسوم الشخصيات، المدينة، الوحوش وأيضا الأسلحة تدل على نمط الجوثيك، وهو نمط الظلام والغموض، وطريقة المفاجآت وهجوم الوحوش شيء يبث فيك حالة الرعب والتخوف من اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة. اللعبة تعتبر من ألعاب أكشن رول بلاينج، وهي صورة محسنة عن الألعاب السابقة من المطور، فهي نوعا ما أصعب لكن فيها مميزات جميلة، مثل تصميمك الخاص لشكل لاعبك في بداية اللعبة، وأيضا سرعة الحركة والمناورة أثناء مقاتلتك للوحوش يعتبر شيء قوي لزيادة الاندماج في اللعبة، وإمكانية استخدام أكثر من سلاح في نفس الوقت، وسهولة تامة في التغيير بينهم. ولا ننسى طريقة تطوير قوة لاعبك وقوة تحمله من خلال مغامرتك في اللعبة. تعتبر موسيقى اللعبة من الأشياء المميزة، لأنها تحتوي على مؤثرات صوتية قوية أثناء اللعب وتخليك مندمج في أجواء اللعب الغامضة. ولا تنسى مدى قوة موسيقى وأغاني الأوركسترا لهذا النوع من الألعاب. اللعبة تعتبر لعبة ضخمة طويلة وتحتاج إلى ساعات كثيرة علشان تخلصها، وأيضا عملية التقييم في المراحل الأولى من اللعبة تعتبر غير عادلة، لكن من انطباعي الأول للعبة راح أعطيها تقييم 8/10. والحين راح أعرض عليكم بعض الإيجابيات والسلبيات اللي لاحظتها في انطباعي الأول للعبة. هذا كان انطباعي الأول عن لعبة بلادبورن. كان معاكم محمد أبو من فريق ديرا جيمينج. لا تنسون لايك، سبسكرايب، شير. نشكركم على حسن المشاهدة ومع السلامة.